الجدول الزمني لهذا المشروع مثل ما شرحت سابقا يتم رعايته ودعمه من خلال القيادات، فنحن على المحك ومطالبين بتنفيذه في أسرع وقت ممكن، ولكن عامل الوقت له عوامل عديدة قد لا نتحكم فيها من ناحية مدى سرعة إنجاز كافة معاملات تسليم الأرض، ونحن نشيد بالتعاون الرائع مع كافة الجهات الحكومية، وأحب دائما أن أشيد بمعالي الدكتور محمد شاكر المرقبي الذي لا يؤلي جهدا دائما في دعمنا وفي توجيهنا وفي تقديم كافة سبل الدعم والمساعدة، ثم بعد ذلك القيام بالدراسات الهندسية سنسعى من خلالها بأسرع الطرق الممكنة، ثم استقطاب بنوك التمويل التنموية العالمية والدولية والمحلية للحصول على أفضل شروط التمويلية التي تضمن حصول هذا المشروع على أقل كلفة، وإن شاء الله بنتوقع الإغلاق المالي إذا كل الأمور مشت تمام إن شاء الله بالعوامل التي قد لا نتحكم فيها كتحالف، نتوقع إن شاء الله خلال سنة. بعد السنة سنبدأ بالبدء بالتنفيذ على الأرض. التنفيذ على الأرض بيتم على مراحل لأن 10 جيجا طاقة إنتاجية هائلة. التنفيذ هذا بيكون بالتنسيق مع الجهات المعنية، خصوصا الجهات المسؤولة عن إدارة المرافق. يجب أن لا ننسى أن أنت تنتج كهرباء بحاجة إلى أنك يكون عندك القدرة لتصدير هذه الكهرباء من مواقعها إلى مراكز استهلاكها، فمدى توفر وجاهزية الشبكة كل هذا سيأخذ بعين الاعتبار، فنتوقع بناء عليه يتم تطوير المشروع بعد الإغلاق المالي من 5 إلى 7 سنوات.